On va faire le tour de tout ce qui s'est passé au tourisme mwakhara, les articles qui خرجوا على الministère, على وزارة السياحة وعليك انت. Et tu as dit que c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. خبر زينة, le Maghreb 6 افضل وجهة للسياحة الحلال. خبرك هادي مزيانه, هادي مزيانه مزيانه, لان احنا واحد القضيه, احنا ما بغيناش غير السياح, اي سائح بغى يجي للمغرب اللي هو كيخدم في اطار القانون ما كاين حتى مشكل, يكون حلال ولا شنو الفرق شنو السياح الحلال؟ انا ما فهمتش شنو هي حلال, ولكن تنظن بانه اللي تيجيو للمسلمين اللي هما كيقلبوا على واحد الثقافه اللي هي اسلاميه, هذه هي كتعني حلال. طيب عدد السياح بلغ 10,040,000 سائح 2013, هذه بون نوفيل. بون نوفيل, ولكن فون افي با ابلودي هنايا. اون با ابلودير, اون با ابلودير لي 10 مليون دو توريزم, سي بون 2013. سيتي لوبجيكتيف, سا سيتي لوبجيكتيف, سيتي لوبجيكتيف اون 2010, ولكن تعطلنا شي شويه, عرفتي جا داك الشيء ديال الربيع الديمقراطي, كاين الازمه الاقتصاديه, كاين بزاف ديال الامور, اذا كان واحد لوغليسمون دابا وصلنا ليها, ودابا هذه مزيانه, بغينا كل عام انه نوصلوا نزيد واحد 700,000 حتى المليون, باش يمكن لنا اننا دابا الهدف ديالنا والحلم ديالنا كمغاربه نوصلوا ل 20 مليون ان شاء الله, وصلنا في 2020 ولا 2022 ولا 24, ولكن سنوصلوا ليها ان شاء الله. 20 مليون سائح في 2020, بقى 6 سنين. لا, ودابا في 2010 كانوا عندنا 9 مليون, قلنا غادي ندوبلو, اذا ندوبلو هي 18 مليون, الا وصلنا 18 مليون في 2020 ولا 2022 مزيان. سي تري بيان, سي تري تري بيان, باسكو السياح كيجيبوا العمله, كيجيبوا بزاف الحوايج, كيجيبوا العمله الصعبه. اييه, كيجيبوا لنا العمله الصعبه. السياحه هي الاولى اللي كتعطينا دابا دوك الدولارات والاوروات باش كنمشيو نشريو ونتقداو برا, هما اللي كتعطينا هي العمله الصعبه. واخا, انت جبنا 6 مليار. واخا, ثانيا هي اللي كتخدم الناس, ثاني اكبر مشغل, مثلا الفلاحه كتخدم اكبر عدد. أيه. ولكن السياحه كتخدم 500,000, 500,000 ديال الناس, خصوصا يعني الشباب ديالنا اللي كتخرجوا من كثير من المدارس, وهذه كيخدموا في الاوتيلات, كيخدموا في بزاف ديال الامور, اذا 500,000 اللي كتشغل, اذا راه مهمه هذه, بحال دابا شحال كتساهم في الاقتصاد الوطني هذه السياحه؟ شحال؟ تقريبا واحد 10%, اذا راه ثاني اكبر مساهم في الاقتصاد الوطني, اذا السياحه اساسيه من يعني من الاعمده ديال الاقتصاد المغربي. دابا بخير, الله يكمل بالخير. المغرب وجهه سياحيه التي تستحضى باعلى نسبه اقبال في شمال افريقيا, هذه مزيانه. هذه اخبار زينه كما كنقولوا حنايا, هادي اخبار زينه. ماشي زينه, زينه بزاف, زينه 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 زينه, هادي اخبار زينه. هادي واحد صحيفه بريطانيه عطاتها ميور ديستيناسيون توريستيك اي دو غولف اتريبي او ماروك. مراكش وطنجة اول وجهات للسياحه, السياحه المغاربه الداخليه هي 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 طنجه. عرفتي شنو اللي ساهم في هذه القضيه؟ لوطوروت. وي, المغاربه بداو دابا كيمشيو لوطوروت, جوج سوايع تيكونوا في طنجه, ثلاث سوايع تيكونوا في مراكش, وهذه سهلات المعموري, تيمشيو حتى لاكادير بالطوموبيلات مهمه. اذا دابا بني ملال الخريبكا, وفاش غتولي خريبكا رشيد, الناس غادي يبقاو يمشيو لبني ملال. الناس الا بغا يدير لوطيلات بني ملال, هذه هي الفرصه ان شاء الله. واخا, ومازال تزيد لوطوروت, عاد مازال توصل حتى حيت الداخله كاين فين ما كيف ما يتشاف فيها, وطلم الدار شاف كاينه ورزازات, يمكننا الا درنا التونيل ودرنا لوطوروت توصل حتى لورزازات, ورزازات كذلك غادي. البروجي هذا اي توجور داكشواليتي, البروجي مازال 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 في العمل وفي الدراسه. مازال ما كاينش نتوما, ماشي سوجي وزاره السياحه, هذا وزاره ديال الجهاز النقل. ولكن الا داروه ما كنستافدوا منه حنايا, عندما نتوما كتخدموا مع الوزارات كامله, مع جميع الوزارات, حنا ما يمكنلاش نخدموا بوحدنا, نخدموا وزاره الداخليه مع داكشي ديال الامن, مع داكشي ديال لانه نحافظوا على السياحه, تنخدموا مع وزاره التجهيز لان هي اللي كتصوب لنا الطرق, تصوب لنا المطارات, كنخدموا مع وزاره ديال البيئه لان هي اللي كتحاول انه ما تكونش السياحه عندها واحد التاثير سلبي على البيئه, كلشي كنخدموا. الثقافه لان لي مونيمون اللي كيمشيو لهم الناس بوغ دي فيزيتي, سي لا ميستير دو لا كولتور كي لي جير, دونك نو ترافاي افيك, حنايا اون ترافاي افيك تو الموند. تري بيان, تري بيان. alors sinon دول خليجية تدعم السياحة في المغرب بالمليارات, 5 مليار دولار, بصح كاينه القضيه, وعرفتي علاش؟ لانه المغرب دابا الان تيبان لهم المغرب هو الوحيد اللي فيه الامن, وفيه واحد التوجه, وعنده واحد الوجهه, وباغي يمشي للقدام. داكشي علاش كيجيو الاخوان ديال الخليج وهادي, ولكن بالدعم من صاحب الجلاله, بالدعم من كثير من اذا هاد الاستثمار اللي كاين في المغرب, لان بان لهم بان الاستثمار في المغرب مربح, والاستثمار في المغرب كذلك كان مزيان للمنطقه العربيه كلها. مزيان. السياح الاسباني في الدوله جهه طنجه وعددهم مرشح ارتفاع في 2014, هذه خبر زينه تايا, وتقول خبر زينه. ولكن خبر كانوا اسبانيول, خصك تقولها بالاسبانيوليه. جي بارطا اسبانيول مسي مينيستر, كثر اسبانيوليه معلوم. شويه دونك بوينس, بوينا, قول انت يا بوينا. بوينا, بونس دياس, بونس دياس, بونس دياس, مرحبا, مرحبا بكم. اي فضيحه. حداد يعين مقربه منه في منصب مديره الموارد البشريه. ماشي صحيح هذه القضيه, هذيك السيده بعدا واحد القضيه خدمات في وزاره الفلاحه, كانت رئيسه ديال القسم,
رئيسة ديال القسم خدمات مع السير عنصر في وزارة الفلاحة كانت في الديوان دياله من قبل خدمات في لوانو عندها دكتورة عندها ماستر عندها يعني واحد تجربة كبيرة جدا وكانت في الديوان عندي لا قرابة ولا علاقة بيني وبينها إلا علاقة أنها يعني إنسانة واحد القضية ماشي أنا اللي كان عين راه كاين واحد اللجنة هي اللجنة اختارت ما عرفت من بنين 40 واحد ثلاثة الناس ومشيت عند رئيس الحكومة في إطار المجلس الحكومي وعينا وحدة لا علاقة ولكن شوف واحد القضية إلا كانت مثلا شي واحد اللي هو قريب وعنده الكفاءة واختارته اللجنة ما عنديش مشكلة أنا نعينه باي حيت عنده كفاءه ديك الساعه عنده كفاءه ما عندي مشكل حتى عنده الكفاءه ولا بغاو شي واحد السيفي نعطيو له مشيت قريبه لك من عائلتك كل كتعرفها ما غاداش الحق الا ما كان الكفاءه لا اللي عنده اللي عنده الكفاءه يكون عنده الحق يكون قريب ولا ماشي قريب وهادي هادي جبدوا لك حيت ما لقاونين ندوزو ليا ما لقاونين ندوزو لك بون صافا الحمد لله زعما الله يكمل بالخير لو توريزم صافا سا باس بيان دي بون شيفر دي بون شوز سما كيسكي فوا اميليوري في التوريزم اليوم كيسكي تيمشيو للمدن ديال المدن السياحيه خصنا يكون عندنا احسن من داكشي ما تكونش هذيك الفوضى يكون عندنا طاكسيات اللي مزيانين يكونوا لي بري ديالهم افيشي ما يكونش هذيك الفوضى اللي كاينه هذه الاولى المساله الثانيه خص المدن لابد تكون فيها النظافه ويكون فيها لا سينياليتي كيتسترا خصنا نخدموا على هذه القضيه المساله الثالثه بحال دابا داكشي ديال لي فوكيد خصنا نفوتوا هذه القضيه ديال لي فوكيد غادي نحاولوا واحد دوك لي فوكيد اللي مزيانين غادي نحاولوا ندخلوهم معنا رسميا ولكن من بعد ما خصش تكون الفوضى في هذا الاطار خصنا لابد تكون عندنا ميور كاليتي دابا لا كاليتي les touristes d'abord sont satisfaits de l'étude 83% sont satisfaits de la prestation on veut arriver à 90% c'est quoi une meilleure qualité de service là vous devez mettre l'humour à dire l'hygiène quoi une meilleure c'est tout le monde c'est un chemin libre c'est très bien et bah il est bien il y a du boulot mais sinon tout va bien des questions de contenu d'abord je suis à It Radio ça va 35 on va faire le portrait marocain ce matin de Monsieur ministre on va faire on a un questionnaire à je suis à It Radio je te petit sma من شنو اللي عندك بعد انا رسلت لك قبيله واحد لا ليست ما قلتي ما عندي حتى واحد فيها بون في داي ستريتس داي ستريتس تروتال ما عندكش شويه اولد فاشن ما كتسمع والو من دابا ديال هادشي اللي يلا قول لي دير لنا شي حاجه مزيانه انا عارف بان الذوق عندك دابا شنو بغيتي حاجه مجهده مكسريه ولا هابطه ولا شنو هابطه شويه كول باش غولاكس اثنين الصباح هذاك هذا اثنين الصباح وباي كوتي ديال الان انت كتعرفوا ouais bien sûr Lily Allen Summer Only We Know ça c'est une reprise de Keane c'est malade à la It Radio tire خويا تابونا فلاش اليوتيوب شكرا وبارطاجي الفيديو الا بغيتي شكرا تابونا شكرا لكم شكرا